تمريره فرصه لصالح نادي ام سلمان، خطا يقول الحكم، خطا بعد تدخل اللاعب الرامي. شوفوا الاعاده، كان تدخل في حق اللاعب جوسمان. الكرة ستلعب عن طريق كرة ثابتة، حذاري من الكرات الثابتة. التنفيذ، هناك اللاعب جوسمان واللاعب زين الدين رقم 24 خلف الكرة. زين الدين في التنفيذ كيلعب كرة دائرية وطريقة جميلة كيسجل الهدف، طريقة جميلة كيسجل الهدف اللاعب زين الدين. غادي نشوفوا الإعادة، قلت حذاري من الكرات الثابتة، وكرة ثابتة تعقد الأمور أكثر، تعقد الأمور أكثر. فريق الوداد ضيع مجموعة من الفرص، فرصة واحدة في الجولة الأولى كانت لليغا ديبورتيفو مسلمانا من خلاله يسجل هدف عن طريق تسديدة اللاعب زين الدين. زين الدين يسجل الهدف، هدف التعادل، هدف مقابل هدف. تتغير الأمور في هذا الأثناء، والتعادل بين الفريقين. استأنف اللاعب من جديد، فريق الوداد مطالب بتسجيل الأهداف. سقط، كيرفع كرة أمامية، كترجع من جديد، راسية، ضيعوا فرص عناصر فريق الوداد، وبالتالي نتمنى ما يندموش على الفرص الضايعة. كرة أخرى فيها خطايا، حكم كترجع مرة أخرى.